بقادرية طب أنا سماوية. عندي هنا مفاجأة لحضرتك. نعم. نظرا لفطنتك الغريزية في الحديث عن الأستاذة الكبيرة، أنت تعلم أنها الآن ترقد في مستشفى نعم. المعادي القوات المسلحة نعم. ونتمنى نعم. لها الشفاء العاجل يا رب نعم. بحجم السعادة التي أدخلتها على قلوبنا لسنوات طويلة جدا، هي معنا الآن على الهاتف. أمل فهمي. يا أستاذة. نعم. ألف سلامة عليكي. الله يسلمك تامر. يا سلام على تامر دي. انت ناسي يا تامر، انت كنت بتقول عليا ايه؟ انا عمري ما انسى انا بقول عليكي ايه، انا بقول عليكي طول بتقول الوقت. بتقول عليا الزميلة أمل فهمي. صحيح. عيب يا ود. أنا الزميلة أمل فهمي. أيوة طبعا. أي حد عايز يتشرف كان بيقول لي يعني ما معناه يا ماما. طبعا. وانت تيجي تدفع كتافك في ال أهو كتافي تحت اهي في ال يعني الأوقات اللي أنا فيها أنا رئيسك وتقول للزميلة أمل فهمي. والله ده كان نوع من ان انا عايز اتلزق في هذه القامة. انا بتلزق في قامة أمل فهمي لانه انا في يوم جلست على الكرسي اللي قعدت عليه أمل فهمي، فتبقى زميلتي الكبيرة العظيمة الاستاذة. انت عارفة انا بحبك قد ايه يا استاذة. ابوك ده امين بسيوني، يعني انت عارف ان انا اللي كنت وراء زواج ابوك امين بسيوني الله يرحمه. الله يرحمه. تنزل عليه. الله يرحمه. وامك السيدة الفاضلة الجميلة. ما الله يسامحك بقى على اللي انت عملتيه. وقلبي معاها. ربنا يخليكي يا استاذة امال.